الذي كان رائعا. والانطلاقة صعبة لبولبينا، واحد على واحد، هنا خطيرة، هنا خطيرة، هنا خطيرة، هنا خطيرة، هنا خطيرة، هنا خطيرة من بولبينا، ضاعت. آه يا بولبينا، واحدة من الكرات الصعبة جدا لعناصر نادي بارادو على قلتها في هذه المباراة، واحد على واحد من أمام سالمي. آه لو حضرتها بالقدم اليسرى لزميلك الذي كان بجانبك لكانت فرصة خطيرة أكثر وأكبر بالنسبة لفريق نادي بارادو في اللقطة الماضية، لكن دفاع شباب الوزداد خرج منها سالما، ثم العرضية والبحث عن الهدف الثاني، صعبة وخطيرة داخل منطقة الجزاء، الكرة الثانية والصراع، يخرج منها أيضا نادي بارادو بسلام إلى الجهة اليمنى، انطلاقة سريعة لفائدة نادي بارادو، لمسة واحدة ولكنها مرت وتحولت من جديد لدفاع شباب الوزداد. الريتم ارتفع، شوط ثاني مختلف عن الشوط الأول، لم نشاهد شيء في الشوط الأول.